بال2003 انطلقنا، وسنة بعد سنة ركضنا. بال2011 حصلنا على التصنيف البرونزي وصرنا على الخارطة الدولية، وبأصعب الظروف بقينا نركض. اليوم صرنا بموقع أعلى بكتير. سباق مصر في لبنان بيروت ماراثون تميز بين 900 ماراثون عالمي، ونال التصنيف الفضي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. 26 دولة بس حصلوا على هالتصنيف، ولبنان اليوم بيناتن. بلبنان أملنا كبير، وصلنا سوا من كمل سوا.